اعترف الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن جنوده قيدوا جريحا فلسطينيا على الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة في انتهاك للقواعد العملاتية. أكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة أن الشاب يدعى مجاهد فياض وكان عند وقوع الحادث في حي الجبريات في منطقة وادي برقين. وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر، واستشهد منذ ذلك الحين 553 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بأيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين.